بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 49، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. الباب الأول، باب الحث على ذكر الله تعالى. كتير آيات كتيرة بقى، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، اذكروا الله اذكروني أذكركم، مش كده برضو كتير، ولا ذكر الله أكبر. آيات كثيرة تحث على ذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كثير بقى من الآيات تحث على ذكر الله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كل دي آيات في القرآن مملوءة مشحون بإيه؟ بالحث على ذكر الله. هناخد هنا الأحاديث بقى، لأن الأحاديث تصدق القرآن، يبقى عندنا الحث على ذكر الله دليل من القرآن ودليل من السنة. احنا طالما بنقرا كتاب حديث يبقى بنجيب دليل السنه، لكن لا تغفل ادله القران اذا تكلمت على الذكر، فلا بد ان تبين ادله الذكر من القران وادله الذكر من السنه ثم ادله الذكر من فعل الامه. الصحابه كان حالهم ايه في الذكر، وكان نظامهم ايه، والتابعين حالهم ايه في الذكر ونظامهم ايه، وهكذا. فباب الذكر باب واسع، ومقام الذكر هو ثمره العلم. على فكره الذكر ثمرة العلم، الذكر يعني كأن الذكر هو مقصود العلم. مقصودة العلم ايه؟ ان تذكر ربك لتعلمه فتذكره، فاذا ذكرته خشيته. وانما يخشى الله من علمه ايه؟ من عباده العلماء. يبقى العلم يثمر الخشية، التي يبقى الخشية محلها في القلب، والذكر محله على اللسان. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيحه الحديث 81 بعد 906,000، قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، يعني إن ظنيت في الله أنه يقبل دعاء قبيله، وأنه يعينك أعانك، وأنه يقويك قواك، وأنه يهديك يهديك، فحسن الظن بالله، لأن الله لا يخيب ظن العبد فيه. أنا عند ظن عبدي بي، من أساء الظن في الله وجد السوء، ومن أحسن الظن لله وجد الحسن، وأنا معه حين يذكرني، وأنا معه حين يذكرني، أي معه بالنصرة والرعاية والمحبة والذكر، لأنه ربنا بيقول وهو معكم أينما كنتم حتى الكفار. بس هناك معية إيه؟ معية إحاطة ورقابة وربوبية. أما معيته مع الذاكر فهي معية ألوهية وهداية ورفع درجات. فهناك معية ربوبية في قوله وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يبقى دي معية رقابة،
ومعية ربوبية ومعية إمداد. أما المعية المذكورة هنا في الحديث، أنا مع عبدي وأنا معه حين يذكرني، هنا معية رعاية وعناية وهداية ورفع درجات، اسمها معية ألوهية، والألوهية فيها الهداية. يبقى دي معية مخصوصة. وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، يعني إن ذكرني في ذاته، يعني سرا في قلبي، ذكره الله سبحانه وتعالى في ذاته سبحانه وتعالى، يعني بلا إطلاع أحد. وإن ذكرني في ملأ، يعني جهرا، دليل على الذكر في السر والذكر في الجهر من الحديث، اللي يقول لك بقى أن الذكر الجهري ده ما وردش يبقى جاهل، لأن احنا نفسنا الصلاة دي أعلى الذكر، فيها جهري وفيها سر، فإزاي ما وردش السر الذكر الجهري؟ إذا كنا احنا في الصلاة في جهر وسر، هي تكبيرات الانتقال دي مش ذكر، ويجهر بها الإمام والناس وراه، ونجهر خلف الإمام جماعة في صلاة العيد بالتكبيرات، يبقى إزاي ما وردش الذكر الجماعي جهرا؟ إذا كنا احنا كلنا، والتلبية دي مش بتبقى جهرا ودي ذكر، نجهر ونقولها جماعي، نقولها جماعي. تكبيرات العيد دي مش ذكر، بنقولها جماعي. فازاي بقى ان الذكر جهرا لم يرد الا عند الصوفيه كما يقول المبتدعين؟ يبقى الجهله. فالذكر الجهري وارد، وحس عليه النبي اهو، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ يعني جهرا، في ملأ يعني في وجود الناس. وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، لأن مهما ذكرت في ملأ فهتذكر في ملأ فيه بعض العصاة، يوم ربنا يذكرك عند الملائكة حيث لا معصية أصلا، مطهرين، فهمت؟ فيبقى ربنا يرفع ذكرك عنده، وإن ذكرته في وسط بعض العصاة الملوثين بالذنوب رفع الله ذكرك عنده في وسط المعصومين من كل ذنب والمطهرين من كل رجس ودنس، وهم الملائكة. هذا الحديث جعل الايه المعتزلة يقول لك ان الملائكة افضل من بني آدم. المعتزلة قالوا كده. حتى الانبياء معتزلة قالوا حتى افضل من الانبياء. بس اهل السنة قالوا لهم لا. قالوا لهم ان الانبياء افضل من الملائكة على الاطلاق. واخد بالك ازاي؟ الانبياء افضل من الملائكه، تلاقي بدليل ان سيدنا ادم نبي وربنا اسجد له الملائكه، فهمت؟ سجود تعظيم. يبقى الانبياء افضل من الملائكه بدليل اسجاد الملائكه لادم، وانا نبي وفي صلبه جميع الانبياء، كويس؟ وان الصالحين من بني ادم افضل من ايه؟ من عموم الملائكه. يبقى عموم الصالحين أفضل من عموم الملائكة، وخصوص بني آدم الأنبياء أفضل من خصوص الملائكة، لأن الملائكة برضو فيهم خواص درجات برضو. ده مذهب مين؟ أهل السنة والجماعة. ولكن هنا في ملأ خير منهم باعتبار الحيثية لا باعتبار الأفضلية، باعتبار حيثية العصمة عند الملائكة، فلا يصدر منهم ايه؟ لا يصدر منهم معصية. وباعتبار حيثية الطهارة فإنهم لا يحملون النجس، وابن آدم يحمل النجس. هذا باعتبار الحيثية لا باعتبار الايه؟ الأفضلية، فهمت؟ وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني إذا أقبل علي أقبلت عليه أضعاف ما أقبل عليه. يبقى تقرب مني شبرا يعني أقبل علي مطيعا تائبا نادما داعيا عابدا. تقربت إليه ذراعا، والذراع أضعاف أضعاف الشبر، يعني كأن تقربي إليه بأضعاف تقربي لأنه كريم سبحانه.
وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، والباع برضو أضعاف الذراع. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني إن أتاني متلكئا أتيته مسرعا. يبقى يمشي هنا يعني متلكئا، يعني متباطئا. أتيته هرولة يعني أتيته مسرعا. والإتيان هنا ليس يفهم منه معنى الحركة كما يظن بعض الجهلة، ولكنه هنا إقبال إكرام وتشريف. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، يعني إذا أقبل علي عبدي بقدر بسيط من القربة أكرمته وضعفت أجره. تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع، لأن الله سبحانه وتعالى أسرع إليك وأقرب إليك منك. وعن أبي قال حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يبقى المفردون كأنهم تفردوا عن سائر الخلق بالذكر، جاي من التفرد عن سائر الخلق. الخلق في غفلة وهم في يقظة، الخلق في معصية وهم في طاعة، الخلق في كفر وهم في إيمان. فالمفردون هم المشتغلون بذكر الله ليل نهار لا يفترون، حتى لا يشترك باللسان فقط، بل عند العمل ذكر الله إتقانه، وعند الكلام ذكر الله أن تذكره بلسانك، وعند الطاعة ذكر الله أن تخلص له في قلبك وأن تحسن العمل على وفق السنة النبوية الشريفة. مع الأبوين ذكر الله برهما، مع الأهل ذكر الله الإحسان إليهما ومؤانستهم، مع الإخوان ذكر الله أن تلقاهم بطلاقة وببشر وأن تنصح لهم وأن تعينهم وأن تدعو لهم وأن تعفو عن مسيئهم. ذكر الله عند طلب الذكر، عند طلب الرزق الحرص على الحلال. ذكر الله عند الطعام ألا تأكل وأنت شبعان، وإذا أكلت لا تشبع، واحرص على ألا يدخل جوفك إلا الحلال الصرف. ذكر الله عند رؤية الدنيا ألا تنظر إليها بشهوة ولا بحسرة أنها فاتتك، بل تنظر إليها نظر عبرة. فيبقى ذكر الله عند المعصية أن تتوب وتقلع وتندم. ذكر الله عند النعمة هو أن تشكره عليها ولا تعصاه بها. يبقى ذكر الله يختلف باختلاف الأحوال. ذكر الله عند المصيبة هو أن تصبر وتحتسب ولا تجزع. يبقى الإنسان لابد أنه يعرف في كل حال له ذكره الذي يناسبه.
باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان واللفظ لعمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها، بدل من حفظها يعني من أحصاها دخل الجنة. يبقى إن لله 99 اسما يعني من أسمائه، وليس كل أسمائه 99، كأن إن لله 99 اسما لهم خاصية في هذه الأسماء، أن من أحصاها وتعلق بها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. فهل مجرد الحفظ دون العمل، ولا الإحصاء هو الحفظ مع العمل؟ أغلب العلماء قالوا الحفظ مع العمل، وبعض العلماء قالوا مجرد أنه يحفظها لابد أن يأخذ نصيبه من هذا الحديث، فيبدأ بحفظها ثم يتخلق بها ويتعلق بها ويتحقق بها. لكن لله أسماء أخرى غير 99، لأن أسماء الله كثيرة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كويس، يبقى دليل أن هناك أسماء لله استأثر بها في علم الغيب عندك. والحديث في رواية أبي رواية ابن أبي داود ذكره الإمام الترمذي، أبي عيسى بن ثور الترمذي في سننه عن أبي هريرة ذكر فيه 99 اسم. أبو هريرة ذكر فيه 99 اسم، اللي هو حديث أسماء الله الحسنى المشهور اللي احنا كاتبينه في مقدمة الصلوات اليسرية على خير البريد، جايبينه بإسناده وإسنادنا إليه إلى أبي هريرة. وإن كانت رواية أبي هريرة في الحديث فيها بعض الزيادات وبعض التغييرات، كويس، يعني مثلا فيها المعطي وما فيش المانع، فيها المذل وما فيش المعز مثلا، في بعض الروايات كده، في روايات ما فيهاش الأحد فيها الواحد، وفي روايات فيها الواحد الأحد، وهكذا. يعني في بعض إيه روايات تفاوت في الروايات. وأجمعت الأمة على العمل بإيه بمقتضى رواية أبي هريرة، فلا داعي لخرق إجماع الأمة في آخر الزمان ويجي لك واحد يقول لك لا حديث أبي هريرة ده وأسماء الله الحسنى اللي ثبتت مش هي دي، ده أنا كنت ماشي في الشارع فقابلتها ولقيتها أنها مش هي دي، فجأة كده نزل على الوحي وإيه وعايز يخطئ الأمة على مر العصور. وتدك تدور على اللي بيقول كده لا شيخ له ولا إسناد له، ومذهبه وهابي، هكذا الوهابية يتسرعون في خلق الإجماع، يعني عاهدناهم هكذا، يشوفوا المسلمين أجمعوا على إيه، وفي الرأي الشاذ إيه، يتبعون الشاذ في كل عصر، يعني هم حنابلة إذا خالف أحمد بن حنبل الإجماع، وهم تبع ابن تيمية إذا خالف ابن تيمية أحمد بن حنبل، وهم تبع ابن باز إذا خالف ابن باز ابن تيمية، وهم تبع ابن عثيمين إذا خالف ابن عثيمين ابن باز، وهم تبع الألباني إذا خالف الكل، فهم تبع لكل مخالف، هكذا هو مذهبهم، قام على المخالفة. فهمت؟ فإياك إياك أن تتأثر بكلامه، وعليك على ما أجمعت عليه الأمة، لأن الأمة في مجموعها معصومة، فتلقت الأمة هذه الأسماء الحسنى بالقبول وخدمتها أيام خدمة، فصنف فيها الكتب والمؤلفات والتفاسير والمنظومات والأدعية والصلوات على مر العصور، تلقتها الأمة بالقبول. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي لا تغتر بأتباع كل إيه شاذ من الوهابية، لأن نشأ عالم أزهري في العصر الحديث وعمل لنا بحث وقال لنا ان اسماء الله الحسنى بتاعت حديث ابي هريره دي لم تثبت، وان ده اجتهاد من ابي هريره. حتى لو اجتهاد من ابي هريره فقد وافقته الامه على مر العصور فصار اجماعا، ايه المانع ان يبدا اجتهاد ثم تجمع الامه عليه انه اجتهاد صحيح له وجه واضح؟ وهذا لا يعني ان ليس امامنا من اسماء الله الا 99 دي بس، لا، في اسماء كثيره في القران لم تذكر في هذه الأحاديث، لأن الله له أسماء كثيرة، بعض العلماء قالوا له 1000 اسم، والنبي له 1000 اسم، في بعض العلماء قالوا كده، سيدنا محمد له 1000 اسم، والله له 1000 اسم، لأن كل اسم من أسماء الله
له مجلى في الحقيقة المحمدية والروحانية المحمدية. فما تسمى الله باسم إلا وله مظهر في هذه الحقيقة المحمدية. فهمت بقى؟ وبالتالي مظاهر النبي لا تخلو من مظاهر أسماء الله، علشان كده لما اجتمعت فيه مجال الأسماء كلها كان هو الفرد المخصوص بالشفاعة من بني آدم كلهم. شفت بقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس تروح لآدم يوم القيامة، يقول لست لها، روح النور، نوح يقول لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، لحد ما يدلهم سيدنا عيسى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد يقول ايه؟ انا لها، انا لها، فاسجد تحت عرش الرحمن فاحمده بمحامد لم يحمد احد من قبل، يلهمنيها، يعني يذكره ببعض اسمائه التي لم يعبد بها قط، ولا ملك حتى عبد ربنا بهذه الاسماء ولا ندى بهذه الاسماء في اللحظة دي، لانها مطبوعة فيه. يقوم ربنا يذكره بقى، يقوم يدعو الله تحت العرش باسماء ومحامد، ويذكر فيه صفات لا يعلمها احد من الخلق ولا ملك مقرب. يقوم ربنا يقول له ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى. ليه؟ لانه هو الذي عنده الاسرار، فجعله الله سبحانه وتعالى محلا لاسراره، واضح، دون سائر الخلق، ولا جبريل ولا ادم ومن دونه، ولا حتى يعني اي موضع في العالم الا موضع روحانيه هذا النبي، هي محل أسرار رب العالمين. فالحمد لله الذي جعلنا أتباع هذا النبي، سر الأسرار صلى الله عليه وسلم وروح الأرواح. يبقى قال لله 99 اسما من حفظها، في رواية من حفظها، يبقى اللي يحفظها ويقولها يبقى كويس، هذه في رواية من حفظها، لكن في فرق بين الحفظ والمحافظة. حفظها وحافظ عليها سلوكا وذكرا وعملا وتبليغا ودعوة، يبقى ده الأكمل. يبقى في كل خصلة من العبادات فيه في المبتدي وفي السالك وفي الواصل. يبقى المبتدي يحفظها والسالك يراقب نفسه على أن يعمل بمقتضاها، والواصل صارت فيه فطرة خلاص بقى من العارفين متحقق، واضح. يبقى لابد أن تبدأها بالحفظ، ثم بعد ذلك تثني بالسلوك والمراقبة وتعويد النفس على الاعتماد على مثل هذه الأسماء والعمل بمقتضاها حتى تصير فيك سجية، واضح. وفي الحالة دي يبقى اسمك أحصيتها، يبقى أحصى الشيء، يعني إيه؟ يعني لا يفوت منه شيء، إنما أحصى الشيء يعني حفظه فقط، مجرد حفظ، لكن الإحصاء أقوى من الحفظ. أحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى، يعني لا تفوته فائدة، واضح. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد. طب وليه يقول 100 إلا واحد؟ 99 هي 100 إلا واحد، عشان يبين النبي أن العدد هنا مقصود وليس للكثرة، لأن أحيانا العرب تقول العدد وتقصد الكثرة ولا تقصد معنى العدد. فهمت بقى؟ يوم النبي عايز يشيل منك هذا الوهم، لأن عادة العرب ساعات يقول لك الرقم ويقصد الكثرة، مطلق الكثرة، يعني أجي أزورك أنا مثلا 3 مرات وبعدين ما لقيتكش، فما قابلك اقول لك ايه ده انا جيت لك 100 مره يا اخي وما جيت لك ما لقيتكش، وانا جيت لك 3 مرات بس، يعني 100 مره معناه يعني جيت لك كتير. فهمت ازاي؟ يبقى سيات العرب في لغتها العاديه، والنبي عربي، ان يقولوا العدد ولا يقصد ايه معناه، لكن يقصد مطلق الكثره. زي ايه؟ استغفر لهم او لا تستغفر، انت استغفر لهم 70 مره، يعني كتير قوي يعني. يقوم النبي عشان يغلب عليه الرحمة، هو فاهم ان ربنا بيقول له حتى لو استغفرت 70 مش هيقبل، ما هو فاهم سيدنا الرسول، لكن هو وظيفته الرحمة، فالنبي يغلب الوظيفة على الفهم الصحيح طمعا في كرم الله. فهم؟ فهم ايه؟ قال والله ازيد عن 70، ازيد. يقوم ربنا سبحانه وتعالى علشان ايه؟
يعني يبين له ان ربنا لن يغفر لهم، قال له ايه؟ سواء عليهم استغفرت لهم ولا تستغفر. ريح نفسك، ريح نفسك، ولا تزيد ولا تقول 70 ولا غيره، ريح نفسك. فاهم؟ يبقى ايه هنا لما يقول 99 100 الا واحد، كلمه 100 الا واحد دي بينفي مفهوم الكسره من العدد، لان احنا عندنا قاعده في الاصول يقول لك لا مفهوم للعدد، مش كده؟ برضو في قاعده في الاصول كده، الا ان يوضح بقرينه ان العدد له مفهوم. زي مثلا ايه؟ 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم، تلك 10 كامله. هو جاي لنا بيكلم بيعلمنا الجمع يعني. طب ما هو 3 وايه؟ و7 10، ما احنا عارفين. فهمت ازاي؟ لكن يقول لك تلك 10 كامله، حتى يزيل ايه؟ المفهوم ان قد يكون الثلاثه ليس المقصود بها الثلاثه، بل المقصود بها انه يصوم عده ايام. وان السبعه مش المقصود بها سبعه، ده المقصود بها برضو عده ايام. فهمت ازاي؟ يقوم ربك يقول لك ايه؟ يقوم يحول الايه من الظاهر الى النص. لان الظاهر يحتمل معنيين، والنص لا يحتمل الا معنى واحد. فهمت بقى ازاي؟ فلما يقول ايه؟ تلك 10 كامله، قبلها كانت الايه محتمله ان لا ان العدد لا مفهوم له. مش كده برضو؟ العدد يحتمل الظاهر ان العدد له مفهوم، الظاهر، لكن تحتمل انه لا مفهوم له. يجي لك فقيه يقول لك لا مش مفهوم للعدد ده، مش مقصود 3 3 يعني. يعني لو خليتهم 4 ما يجراش حاجه يا اخي، لو خليتهم 5 يلا مشيها. فهمت ازاي؟ يعني مش مقصود 3 3 يعني، 3 ما تقلش عن 3 يعني. وتطلع لك مذاهب بقى، وكل واحد يطلع يوم اما يقول لك تلك 10 كامله ما يبقاش فيها مذهب، يمنع المذهبيه. ليه؟ لانه يحول النص من الظاهر الى النص، والنص هو الذي لا يحتمل ايه؟ معنى اخر. لكن الظاهر يحتمل معنى اخر مقابل الظاهر وهو المرجوح، يسموه التاويل. مقابل الظاهر يسموه ايه؟ التاويل، اللي هو مرجوح المعنى. فهم؟ يبقى انا عندي نص يعني لا يحتمل معنيين، فهنا برضه النبي لما بيقول ان اللي 99 اسما من احصاها دخل الجنه، يبقى دي ايه؟ ظاهر وليست نص، لان ربما يكون يقصد بال 99 ايه؟ مطلق التكسير، الكسره يعني. فهمت ازاي؟ لكن لما اقول ايه؟ 100 الا واحد صارت نصا، صارت ايه؟ نص. طب وليه النبي ما حددهاش؟ زي ما النبي قال في يوم الجمعه ساعة إجابة وما قال لناش إمتى، زي ما النبي قال لنا فيه وفي رمضان في ليلة القدر وما قال لناش إمتى. فهمتني إزاي؟ حاجات كتير، زي ما قال إن في صلاة الوسطى وما قال لناش إمتى، وإن كان في رواية قال إيه صلاة العصر، لكن ما زالت الصلاة الوسطى فيها خلاف بين العلماء أي صلاة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى 99 اسم ذكرهم في القرآن، ابحثوا أنتوا عنهم يا مسلمين، كأن النبي بيقول لنا إيه؟ ابحثوا أنتوا عنهم يا مسلمين بقى واجتهدوا. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجاسدنا ابو هريره قبل بدلوه فروى الروايه. الروايه فيها بعض التفاوت في بعض الاسماء، لابد ما يجراش حاجه. هات الاسماء دي مع الاسماء دي وضمها على بعضها هتلاقيها ايه؟ تعدي ال 100 وشويه. ما يجراش حاجه، ما يجراش حاجه. حطها معاه. ايه المشكله يعني؟ واجمعت الامه على روايه ابي هريره وتلقتها بالقبول. يبقى ما فيش داعي انك انت تيجي ايه تخرق اجماع الامه. لا بأس انك انت تقول والله انا شايف ان في اسماء اخرى لم تذكر في الروايه، نقول لك وماله، مرحبا، ما هي الله سبحانه وتعالى ليست له هذه الاسماء فقط، بل له اسماء كثيره اخرى. مرحبا، تعال قول، انما يجي يقول ويخطأ، هو ده بقى قله الديانه. فهمت؟ يبقى فهمت بقى 100 الا واحد ان النبي مش بيقول كلام كده. وكان ممكن يقول 99، تقوم انت تقول انا هختصر الحديث. لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، وخلاص بتختصر بقى انت يا استاذ. اختصر انت لان كلامك ليس حجه، انما كلام النبي حجه. يجوز اختصار الحديث من الراوي، يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حجه. عشان كده قال 100 الا واحد، عشان ينفي احتمال ان يكون لا مفهوم للعدد، بل العدد مفهوم. ده انا بقول 99 وقاصد 99. فهمت؟ وعن أبي قال، فبيقول بعدها بيقول ايه؟ وان الله وتر يحب الوتر.
وان الله وتر، لان الله واحد والواحد وتر، مش كده برضو؟ احد على فكره مش وتر، لان احد اصلا مش عدد. انت بعد الاحد تقول حاجه؟ بعد الاحد تعرف تقول حاجه؟ فالاحديه صفه وليست عدد، انما العدد واحد، فالله هو الواحد، وينسب اليه بعد ذلك كل ايه؟ كل خلقه، فيخلق حاجه واحده ثانيه معاه يبقوا اثنين، يخلق حاجه ثانيه ثالثه يبقوا ثلاثه، يخلق حاجه رابعه يبقوا اربعه. طب بغير الواحد لا يوجد عدد، يبقى بغير الله لا يوجد اكوان، فلا وطالما الاكوان موجوده يبقى اذا الله موجود، لان لا يتصور موجود بغير ايه؟ واجد. كما انه لا يتصور ان هناك عدد بغير واحد، مش كده؟ فالواحد ينسب اليه كل عدد، واذا انتفى الواحد انتفى الوجود، وطالما في وجود يبقى لابد ان يكون هناك واحد. فهمت بقى؟ فالواحد عدد، فالله وتر يحب الوتر، والوتر اللي هو الاود نمبر، اود نمبر اللي هو يعني الفردي، لأن الله هو الفرد الواحد الفرد الصمد. فهمت ازاي؟ فالله فرد، ولذا يحب الفردانية، والفردانية مرتبة الفردية، كما أن الوحدانية مرتبة الواحدية. فهمت بقى ازاي؟ ايه الفرق بين الواحدية والوحدانية؟ أن الواحدية صفة والوحدانية مرتبة. ايه الفرق بين الفردية والفردانية؟ أن الفردية صفة والفردانية مرتبة الصفة. خد مني هذا الكلام لا تجده في حتة أخرى ولا في كتاب بفضل الله، هذا مما من الله عليه من الفهم، ممكن نسميها من اليسريات هذا، ولكن هي ليست مني، ولكن أظهرها الله علي لساني. فهمت ازاي؟ فقط، لأن كتير ناس مش فاهمة، يقول لك إيه الفرق بين الوحدانية والواحدية؟ إيه الفرق بين الفردية والفردانية؟ لا، في فرق، أن الفردية صفة. فهمت إزاي؟ والفردانية مرتبة، مرتبة الصفة، كل صفة لها مرتبتين. المرتبة اللي هي تساوي المقام عند الصوفية. المرتبة تساوي المقام. يعني مقام الفردية إيه؟ فردانية. طب وايه مظهر الفردانية في الخلق؟ ان خلق كل انسان متفرد، تلاقي الجينوم بتاع كل مخلوق مختلف عن الجينوم بتاع المخلوق التاني اللي من نفس جنسه، اي فردانية، اي توحد، بصمة الصباع غير بصمة الصباع ده، مش كده برضه؟ بصمة الصوت غير بصمة ده، بصمة العين غير بصمة ده، بصمة كل خلية غير بصمة ده. شفت قد ايه؟ فحتى كل صفة لله لها مرتبة ولها مظهر في الخلق. فهمت بقى؟ وإن أردت أن تفهم أكثر اقرأ صلوات الأسماء الحسنى على خير البرية المكتوبة في الصلوات اليسرية، هتشوف مظهر كل مرتبة إلهية وصفة إلهية في هذا النبي المكرم، وعليها قس. فهمت بقى؟ يبقى الله وتر يحب الوتر، وعلى شكلنا النبي شرع لنا الوتر في كثير من العبادات، مش كده برضو؟ التسليس في الوضوء، مش كده برضو؟ ده وتر. وحتى لما فرض علينا الصلوات، ايوه، في عربية نيسان معطلة ناس، طيب حد يطلع بسرعة عشان في ناس موظفين عايزين يمشوا، اللي عنده سيارة نيسان يطلع بسرعة. احنا كنا بنقول ايه؟ شرع لنا الوتر في كثير من العبادات، لان الله وتر يحب الوتر. فقال لنا مثلا ايه؟ لما فرض علينا الصلوات خلاهم ايه؟ خلاهم 17 ركعه مفروض. وتر الفرد ايه؟ المغرب. وتر الصلاه الفريضه ايه؟ المغرب. يقوم النبي يعمل لنا سنن
ويشرع ويسنلنا ويسنلنا كمان فيها الوتر. فهمت ازاي؟ لانه ماشي على نمط الشرع الشريف من الله. فلما ربنا شرع لنا 17 ركعة فرض، النبي حط قدامه 17 ركعة سنة زيه، اتنين قبل الفجر واربعة قبل الظهر مش كده برضو، واتنين بعد الظهر، واتنين قبل العصر، واتنين بعد المغرب، واتنين بعد العشاء، وبعدين الوتر، تلاقيهم في الاخر 17. ممكن تخلي اربعة بعد الظهر مكان اتنين بعد العصر، يعني ممكن تغير دي. المهم زي ما ربنا شرع لنا 17 فريضة، 17 ركعة، شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم 17، وجعل السنة لها وتر كما أن الفرض له وتر، مش كده برضو؟ وشرع لنا الوتر في كثير من الأمور. قال: من استنجى فليوتر، مش كده برضو؟ اللي يستنجي يعني يزيل النجاسة من القبل والدبر بغير الماء بالأحجار، فأقل الإيه؟ أقل الإجزاء ثلاثة مساحات، فجعل الوتر برضو. ومش كده وبس، وكتير. وجعل الطواف 7 أشواط وتر، وجعل الفاتحة 7 المثاني وتر. فالوتر تلاقيه كتير. وخلق في الأرض 7 سماوات، والذرة فيها 7 مدارات حول النواة، كل ذرة حواليها أوربتس، الأوربتس دي اللي هي المدارات، 7 مدارات. فسبحانه. فإيه؟ فتلاقي الوتر تلاقيه كتير في الخلق، ربنا خلق الوتر كتير. ويقول لك الزكاة ليس في دون 5 أوسق زكاة، في زكاة الزروع مش كده برضو، وفي الإبل يقول لك برضو إيه، تلاقي في الإبل برضو تلاقي فيها الوتر، وتلاقي برضو إيه في كثير من الأشياء شرع فيها الوتر. لما تيجي تستتبع في الشرع الشريف تلاقي الوتر كتير في الشرع الشريف. وشرع لنا عند الإفطار إننا نفطر على إيه؟ على عدد وتر من التمرات برضو. وقال: من تصبح ب7 تمرات من تمر المدينة لا يصيبه سم. يبقى الوتر ده فيه سر، فيه بركة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الله وتر يحب الوتر لأنه شائع في الخلق وشائع في الوجود. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.